أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المعظم، فالمسلمون جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها يشتاقون ويترقبون قدوم هذا الشهر الجليل، بل وينتظرون تحديد موعده بلهفة وأمل ورجاء، فهو الخير الذي يفيض فيملأ شوارع بلاد المسلمين بالبركة والود والمحبة الصادقة. كشف المعهد الدولي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجرياً الموافق لسنة 2023 ميلادياً، حيث جاء في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي أن الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 من مارس سيتعذر عليهم رؤيته، ويرجع ذلك حسب المركز إلى غروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد الغروب، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ليكون يوم الخميس 23 من مارس غرة شهر رمضان. أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 من مارس ومن بينها الجزائر، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة إما بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب، وعليه فمن المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ ليكون يوم الخميس 23 من مارس غرة شهر رمضان فيها أيضاً. ولا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلاديش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 من مارس بداية شهر الصيام فيها حسب المصدر ذاته. وأظهرت الحسابات الفلكية للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد شهر رمضان 1444 سيوافق يوم الخميس 23 من مارس آذار 2023، على أن يكون موعد إعلان رؤية هلال رمضان يوم الثلاثاء 21 من مارس 2023 الموافق هجرياً 29 من شعبان 1444 هجرياً. وفي ذلك اليوم سيغرب القمر قبل موعد غروب الشمس في مصر والسعودية والإمارات واليمن والأردن وأغلب الدول العربية والإسلامية الأخرى، ما يجعل رؤية الهلال مستحيلة، وبالتالي سيكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا، وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين.